قطر بشكل شبه رسمي بتعلن وبتؤكد ما هو مؤكد لدى كل صاحب بصيرة بأنها بتعادي وحتفضل تعادي مصر والسعودية والإمارات استكمالا لدورها الوظيفي، وهي بتعلن كده كل يوم تقريبا. ولكن هنستعرض النهاردة مجرد نماذج للإعلان ده. السلام عليكم. من أكتر من 5 شهور وفي الحلقة دي تحت عنوان وسقطت المصالحة مع قطر، أثبتت لكم أن مجرد فكرة المصالحة مع قطر ما هي إلا وهم ولا تمت للواقع بصلة. لأنه باختصار وزي ما قلت في الحلقة دي وحلقات قبلها وحلقات بعدها، قلت وأثبتت لكم بالدليل أن قطر أصلا ما تقدرش تبطل عدائها ودورها الوظيفي، وده بسبب اللي وصلت له من توغط في إهدار الدم والتآمر على مستقبل دول وشعوب، وهي عارفة أن حسابها هيكون عسير جدا جدا. علشان كده النظام في قطر ما قدرش غير أنه يستمر في دوره الوظيفي في مؤامرة هدم الدول، الدول اللي بمجرد ما تنتهي المؤامرة وتفشل قيادات الغرب وإسرائيل هترفع الغطاء والحماية عن قطر، فهتقوم الدول دي بفتح دفاتر الحسابات التقيلة اللي قطر مش هتقدر تتحملها. علشان كده هي مضطرة تكمل دورها الوظيفي في مؤامرة الشرق الأوسط الجديد. يمكن الدول اللي هتحاسبها تنهار وتقع في فخ الدمار والفوضى وتتأخر المحاسبة، أو يبعد شبح الحساب العسير عن قطر أو عن الجيل الحالي على الأقل، الحساب اللي زي ما قلنا مش هتقدر تتحمله قطر. وأحب هنا وقبل ما أكمل أني أؤكد على نقطة أنا بتبناها بشدة وحفضل متبنيها، وهي أن محاسبة النظام القطري وتدفيعه تمن اللي عمله طول أكتر من 25 سنة هو ضروري جدا 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 لأمن واستقرار وتنمية الدول العربية. طبعا هتستغربوا من الكلام اللي بقوله وتقولوا إيه علاقة محاسبة دولة ما بالتنمية والاستقرار وغيره. الموضوع ده يا سادة موضوع تاني يستحق تسليط الضوء عليه يوما ما، وحنفرد له إن شاء الله حلقة كاملة نتكلم فيها عن أسباب وموجبات وضروريات محاسبة قطر تحديدا وعلاقته باستقرار وتنمية العرب. ونرجع لموضوعنا، وتعالوا نؤكد لكم ما هو مؤكد بالفعل. قطر بتضرب بعرض الحائط ما يسمى بالمصالحة بشكل واضح عن طريق 3 من مرتزقتها الصريحين والواضحين، ياسر أبو هلالة وغاد عويس وأيمن نور. لا خلاف ولا شك إن 3 بيتم تمويلهم من قطر، دي بديهيات وما تستحقش أصلا إثباتها لأنهم معترفين بكده بنفسهم. إذن إحنا قدام 3 شخصيات معروف إنها بتتمول وبيتم توجيهها من خلال المال القطري. 3 شخصيات دول في إطار عملهم وارتزاقهم لقطر خاضوا فيه تهجما وكذبا ضد مصر والسعودية والإمارات. أيمن نور بالتغريدة دي بالإضافة للدعاء المظلومية الكذابة بإنه بيتم التجسس عليه بيوجه إهانة لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي. قال ايه؟ مستنكر انه ازاي بيتم التجسس على رئيس وزراء مصر بالتوازي مع التجسس على شخص ايمن نور. يا راجل ده انت هتنفجر من الغرور، ده انت تلاقيك فرحان ان اسمك اتقال معاه في جملة مفيدة. تجسس ايه ايمن؟ تجسس ايه وانت عارف مين اصلا اللي ماسك عليك صور زبالة وسبق وسرب لك جزء منها قبل كده؟ الصورة دي من اوضة نوم ايمن نور بشكل مريب تم تسريبها عن طريق وكالة الاناضول التركية، وكانت قرصة ودن لايمن نور من المخابرات التركية بتقول له فيها خلي بالك. دي صورة نموذج وعينة من بلاويك في اوضة النوم، واحنا قادرين نوصل لأوضة نومك والأحلامك كمان. فإياك يا أيمن يا صاحب العلاقات المغيبة والشاذة مع البشر ومع الحيوانات، إياك تخرج عن طعنة. تيجي لك بعد كده بقى غادة عويس وتدلي بدلوها علشان تتطاول على السعودية قدام العرب والمسلمين، وترمي تهمة حقيرة على السعودية مقابل صمت القبور للعرب اللي إعلام قطر ركب لهم قرون، بينما هي عارفة إننا عارفين إنها عارفة إن صورها تم تسريبها من أحد أقرب المقربين ليها لاستغلالها في إنشاء مظلومية كذابة. أما ياسر أبو هلالة صبي عزم بشارة في التغريدة بتاعته بيعتبر إن الإمارات وإسرائيل سوا بيتجسسوا عليه. يا أبو هلالة أنت أصلا صبي عند عضو كنيسة صهيوني اللي هو عزم بشارة، وكلك على بعضك ملك ليهم فيتجسسوا عليك ليه أصلا؟ ولا أنت بس حابب تعمل إيه من نفسك وتشوه إرضاء للكفيل القطري؟ وبكده يا سادة استعرضنا 3 نماذج ممولة من قطر بتتهجم بشكل صريح على مصر والسعودية والإمارات، وطبعا في نماذج سابقة وحتيجي كمان نماذج لاحقة، وده بيوصلنا لخلاصة الكلام يا سادة يا كرام. الخلاصة ان مفيش مصالحة مع الكيان القطري اللي هو عبارة عن نموذج مصغر للكيان الصهيوني، والأمثلة واضحة قدامكم. وما يسمى مصالحة وتبادل زيارات وخطابات وتهاني وتبريكات ما هو بنظري إلا خطوة سياسية تم اتخاذها من دول الرباعي للتماشي مع غطاء الحماية الغربي للدور الوظيفي القطري إلى حين رفع هذا الغطاء، ومش عايز أفسر أكتر من كده وأعتقد أنكم فاهمين قصدي. ولكن الرباعي يعلم تمام العلم أن دولة الأراضي الوظيفية قطر مستمرة في دورها الوظيفي والعدائي، وأتمنى من دول الرباعي أنها تقتنع أنه آن الأوان لمواجهة حقيقية مع إعلام قطر
والتصدي له بواسطة إعلام وطني عقائدي مباشر وصريح ومركز، مش بواسطة إعلام الوسطى والمحسوبية والاختراقات. وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.